لسوء الحظ تلعب مباراة الليلة في ظروف مناخية صعبة، ورغم كل هذا تأتي الجماهير العاشقة المحبة من أجل الاستمتاع ومن أجل الوقوف خلف الفريق في كل وقت، ورغم صعوبة الأجواء. ليلة باردة جدا، رغم ذلك الجماهير جاءت لتحضر. واترك عنك الأجواء الباردة، تنتظر اليوم بأداء ممتع. الجو بارد صحيح، لكن تنتظر حرارة على العشب من اللاعبين على أرضية الملعب لتستمتع بالمباراة. لا شك ايضا انه هذه المشاهد من افضل الاشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الاهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من اجواء جنونية في المدرجات. في السلام الوطني. والآن مع انطلاقة المباراة، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. تيمو فيرنر، جوسنس، فيرنر يستلم الكرة من الخلف، لمسة على اليسار والتسديد، فعلوها، سجلوها في الشباك. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة في وقت مبكر من المباراة، لكنه حاسم في أي وقت، يعرف متى يسجل، يعرف طريق المرمى، يعرف متى يظهر في مباراة كبيرة. لاعب من طينة الكبار، يخليك دائما في موقف أفضل من الدقائق الأولى. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة، يملك مهارات كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم، هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. تقدموا في وقت مبكر للغاية من هذه المباراة. الكرة ملعوبة من مسافة، سولي، كرة طولية ممتازة نحو الهجوم، يحاول تمريرها من بين المدافعين. جنابري يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب، سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين اللاعبين. تدخل جميل واعتراض أجمل، ولا تيمو فيرنر،
تضيع أي سوء حظ يلازمهم اليوم. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. هوفمان، هافرتز، تيمو فيرنر، كرة إلى الأمام، يسيطر على الكرة، تمي لعب، حطها في الشباك، جول. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منه. هدفه بصراحة ساهم فيه الخصم بنسبة كبيرة جدا، اللي ترك مساحات، ترك شوارع في الملعب، لكن المهم انهم بعد ذلك عرفوا كيف يستغلون هذه المساحات ويسجلوا. هدفين مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. فيرنر، جوسنس، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، يرفعها داخل 18، يلعبها لمنطقة الخطر، كامبل يلعبها في الجهة المقابلة، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. مهارة غير عادية بالكرة، إمكانية تسديد، مولر، يا له من حارس مرمى، يا له من ردة فعل جميلة جدا، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. ملعوبة قصيرة من كيميتش، عدت الكرة، يلعبها داخل ال 18، كان لابد من التشتيت، وها هي نهاية الشوط الأول. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. إذا ما نجح الفريق الخاسر في تدريل الفارق في وقت مبكر، هذا الأمر سيعطيه فرصة كبيرة من أجل العودة، ربما بعد ذلك قلب الطاولة، لما لا في هذا الشوط الثاني. يلعب كرة على اليسار، شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة، كان يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، بطاقة صفراء مستحقة. يسدد على المرمى، جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع. سجل هدفا يمكن اعتباره هدف كلاسيكي، عنده مهارة كبيرة استغلها في ترجمة الركلة الحرة إلى هدف بكل دقة، وكان يعرف مسار الكرة بشكل جيد، حطها بشكل رائع في الشباك.
خلاص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. سولير، هافرز، عليهم التحسن أكثر في إنهاء الهجمات بهذا الشكل، ربما لن يسجلوا. مهم أيضا أن يتدخل المدرب ويحفز اللاعبين من أجل تقديم أداء أفضل في الدقائق القادمة. يلعبها مولر، عرضية أرضية، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، عرضية داخل منطقة الجزاء، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كوستاريكا يسير في الاتجاه الصحيح في المحاولة الهجومية، محاولة لخلق فرص هجومية. الآن تقدم جيد. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ روديغر، مولر، جنابري، جنابري في انطلاقة قوية من الجهة اليسرى، انطلاقة جنابري يتسبب في خطأ. بمبدأ الأمان يعود بالكرة، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى غوريسكا، سرعة غير عادية ودقة في التمرير، صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمله. كرة طولية إلى الأمام، جوسنس، كيميتش، هوفمان يبحث عن المهاجم. واضح عمل المدرب هنا من خلال هذه التمريرات الجميلة. انتهى كل شيء مع صافرة النهاية، يوم للنسيان.